هل الأندية بقت أهم من المنتخب؟ لا، في حاجات كتير لو عايز. لا، يعني هو سؤالك ده، سؤالك ده في جزء من الحقيقة برضو. يعني الأندية، لا، جمهور الأندية بقى مغرم بالأندية على حساب المنتخب. وفي نفس الوقت برضو مش عاوز اقول انه المنتخب ليه، يعني لان انت ما دخلتش معترك حقيقي يعني لغايه دلوقتي. توقيت نفسه. توقيت الموضوع. فانا اجي اشوف صلاح واجي اشوف تريزيجيه. بس في خذلان حصل في الكام موسم. يعني من اخر ايام الكابتن حسن ربنا يديله الصحه، كانت الناس اما بدات تبقى المنتخب عندها العائلات والحاجات كله كله هو، لكن هو الخذلان اللي حصل بعده ضايق الناس. يعني ده اللي هيرجعنا بقى في حلقه كنت معاك هنا قريب كابتن فاروق، وقلت لك ايه، احنا محتاجين نخفف الشروط شويه بتاعه التذكرتي. ده دي حاجه تاني كمان في مباريات المنتخب وشروط. يعني عملوا الاسعار. يعني انا عامل تذكره، انا عامل تذكرتي 30 جنيه. لا ده المره دي بس تذكرتي. لا التصريح، يعني انا تذكرتي المفروض تبقى ليا ولولادي ومراتي عشان اقدر اخدهم. انا عشان اعمل انت عايز فاميلي تيكت يعني. انا عشان لما اعمل اللي بيروح للمنتخب مش هم، مش اللي بيروح للمنتخب عاوز يروح للمنتخب، لكن اللي رايح لماتشات الاهلي والزمالك والانديه دول مشجعين الانديه. تمام. لكن في مشجعين للمنتخب بيعتبروها فسحه ورفع علم مصر والهتاف باسم مصر شيء وطني. فانت لازم تديني تسهيل وسهوله. في يعني ايه؟ يعني ايمن نطلع التذكرتي، فمن حقه يصطحب بالبطاقه معاه زوجته، ادام معاه مثلا ثلاث تذاكر بس، ده في البطاقه معروف ابنه ودي مراته ودي بنته، يدخلوا اربعه بحيث ان انا ضمنت اربعه داخلين بتذكرتي. لكن انا هاجي لمراتي اجي اقول لها خش على الموقع واعملي تذكره وانت ابنك وابنك وابنك، هتبص هتلقى ايه؟ زي حد. فكره حلوه. فكره حلوه. اقول لك حاجه كمان، ودانا هو كمان على ايه، على جود يعني بيزنس اهو، عشان ما يقولوش الفلوس. ما انت عندك في الملعب في بناوير، ومصر بقت في حته تانية ما شاء الله مع تحديث الاستادات، وفي القلب منها استاد القاهره وبرج العرب، بقى في عندنا بناوير بتتباع غاليه جدا، فانت تقدر تخلي الفاميلي تيكت ده ما فيش مشكله. ايه المشكله يعني؟ صح. برباعيه يعني برضو عندنا، وهتخفف عليه الجمهور برضو يا عصام. يعني يا كابتن يعني طيبه، ما هي مش بس كده الانترنت والكلام ده. لا ده انا جايبها لك اهو، عايزين يروحوا مصر والبيزنس اهو. وكمان فكره الاجراء، رب الأسرة عمل للرباعي بكليكة واحدة. غير كده بقى بالأمانة بقى عشان نبقى واضحين، الناس كتر خيرهم طبعا، حوالينا الدنيا فيها مليون ألف مصائب ربنا يحمينا منها، لابد من تخفيف الإجراءات شوية بصراحة. تمام. طبعا مش بيقول ارفع المنتخب مصر أو للنادي، ماشي ارفع للنادي وللمنتخب، بلاش اللي رايح يبقى عيني زهقان لأنه هو واخد شفتين للمنتخب ومفيش منافس ليه عشان يشتبك معاه. يشتبك معاه. لكن انا بقلق في مباريات الأندية انه هيحصل تراشق بالكلام والكلام ده. لكن في المنتخب كله هدف واحد،